لا حلو. لا لا عملت لك شرب وشك كده في الاول. لا من ليمون، ما هو الليمون في اول كده بيبقى بيعمل حاجه. لا كمان اهو يا سلام، دواء دواء والله عكم بتناس. لا والله حلو، تسلم ايدك. حاجه تسلينا واحنا نخش اتفرج على فيلم كده جديد اجنبي. انا بحب الافلام الاجنبي عشان يكمل معانا السهره. ولسه بنشوف السحور بقى، احنا نقلبه من النار. انا اخد بالي. السلام عليكم ورحمه الله. خلصنا بقى العزومه بتاعت الحاجه والده وفاء، وقلنا نضرب عصفورين بحجر واحد. من اننا موجودين في شبره هنروح دلوقتي نعدي على ابويا الحاج وامي عشان نفسنا عنده. قلنا لهم ان احنا جايين لكم علشان خاطر، طبعا قلنا لهم من امبارح عشان يبقوا عاملين حسابهم، وهنروح دلوقتي عشان خاطر نفطر عندهم برده بالمره. واحنا موجودين في شبره مشوارنا طويل، ما ينفعش ان احنا نروح ونرجع تاني. قلنا ايه يعني ناخد المشوار مره واحده. فهنتحرك دلوقتي ونروح على هناك وتشوف برده هم عاملين ايه. يلا بينا، حط لايك واشترك في القناه. يلا بينا يلا بينا. وصلنا هنا للعماره اللي هم قاعدين فيها. رنيت عليه على حد فيهم ينزل لي الاسانسير. قاعدين في الدور العاشر، ما نقدرش نطلع على السلم عشان الاسانسير بتاعهم كده ايه بكارت زي عندنا كده. طب مستني حد ينزل لي. يلا خلاص، اخرت علينا ليه كده يا جدعان؟ لا بقى لنا ثلاث ايام واقفين مستنيين الاسانسير. لا والاسانسير كان في ناس بتطلع وبتنزل، فانا عشان كده اتاخرت. لسه ما كانش جعان. وبعدين ما كنتش واقف قدام الباب يعني. اقلع الكوتشي، اقلع الكوتشي، اقلع الكوتشي بره. ازيك يا محمد؟ كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. عامل ايه؟ خد يا حبيبي، مبروك عليك يا حبيبي. ماشي. اللحظه الرومانسيه دي لازم اسجلها. لا مش الصباع ده، التاني. سعيد انا مش شايف. مبروك عليك يا حبيبي. فضه ده؟ فضه. تسلم ايدك يا والله. فضه من ال دي كان اصلا بتاعي. جايبها من ايه؟ لما انت جبت لي الذهب جايبها من اسوان. من ايه؟ جه على قدك معقول؟ هو انت كل ما تبوس ايدي الناس بتتخانق، انت كل ما انا كنت مزعلك. لا هم ما بينهم حفور بس يا جماعه. انا عارف، انا هقول لك الناس بيفهموا غلط. والله بيفكروا ان انت زعلان. انا بشوفك في الفيديوهات بس عادي. الحمد لله شهادة والله العظيم. عمره ما تعبت. وحياة ربنا. بابا قاعد اهو بيتفرج على اللحظة الرومانسية. يقول لي بيجيب لي الضرب. محمود شكرا باليوم. يعني حمدي طول عمره طيب ما بيتعبكش؟ ما كانش ينزل مع أولاد عمه ولا كان بيحب يريحك. سمعت ان هو كان بيحب يريحك ويساعدك. يعني شفته مش انا بس يا جماعه، لا ده امه كمان. يعني مش كان بيساعدني انا بس، لا والله كان بيساعد. والله بيساعدني وربنا. اهو اكرار اهو. محمود لو راح جاب لي عيش يتخانق ويجي بالقفص شوط. هيا مرنا. انا عمال اعد من كتر تعال نخش نشوف هم بيعملوا ايه. ان انا حطيت ايدي قلت اعمل حاجه بدل ما بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ عايز اعمل ايه؟ بيعمل تيك توك. بيعمل مش لاقيين حاجه نعملها النهارده، مش هتبدا تتسلى على المغرب تبدا. فاضي ربع ساعه قلنا نضيعها. قران المغرب بيقرا القران كله. ما تخلص يا عم. جعانين، يلا جعانين، خليكم قاعدين لغايه المغرب. شوف ماما هنا بتعمل ايه؟ مش عايزه اي مساعده. خلصتي الشطاره دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محشي كوسه وبتنجان. الله ينور، ريحته قلب الدنيا. بالالف هنا مش بالمليار. وهنا ورق عنب. بسم الله الرحمن الرحيم، ورق عنب كمان يا سيدي. انت حمدي ايه النهارده؟ والسلع سور وملوخيه خضراء. الله ينور، تسلم ايدك. والفراخ. والفراخ. فراخ واللحمه يا سيدي. يا سيدي ده نظبطها كل حاجه كده، ما فضلش غير الغرف بس. خلاص هو المغرب قرب جدا. خلاص احنا الناس جاهزه. شاطره يا ماما. الله ينور عليك. الدنيا كلها رايقه. الله ينور عليك. تسلم ايدك. الله يسلمك. اخيرا اخيرا دخلوا ده المطبخ ينفذوا العمليه. انتوا هتعملوا ايه ده؟ ايه خشاف ده ولا ايه؟ ملوخيه وشوربه. ملوخيه؟ محشي. غير المحشي. فض المحشي الاول.
محشي اهو. عصير عنب اللي انت بتحبه. احط هنا عشان ما يبقاش في روح. امي اغلب الاكلات اللي بتعملها لما انا اكون جاي المحشي عشان عارفه ان انا بحبه. انا بعشق المحشي. محشيه بعديها وفاء. المحشي بتاع امي الاول بعد كده وفاء. وساعات مش بحب المحشي بتاع وفاء اصلا. هو المتابعين عارفين. لا انت الاول يا سيدي. ما انا بقول يا سيدي لما اكل المحشي بتاع امي. لا وبتقول يا سيدي الوفاء. ما هي اللي علمتني اكل المحشي اصلا امي. ده مش عارف انت عايز يتكب كده يا بنات كده اصلا. طب ما تسيبيه على الصينيه زي ما هو. لا ما عشان الاطباق ثانيه اطباق تاني كده لسه على طبق ايه. احنا هنفرش على الارض بقى علشان احنا مش عارفين نجيب ملح من دي. طب احنا ليه لا حلوه حلوه دي. لا لا ما علشان خاطر الارض ما تتوسخش عشان احنا السفره مش هتكفينا فهنقعد على الارض. هي على الارض احسن بس كده. حلو كده. وده ايه ده؟ دي مانجا؟ ده عصير مانجا وده عصير خروب. خروب؟ مش عرق سوس؟ لا مش عاملين عرق سوس. بس انا بحب العرق سوس. ماشي هو الخروب ده انا مش قوي بس ماشي. لا طعمه حلو عامل زي التمر هندي كده بس طعمه حلو يعني هيعجبك. ماشي. كفايه بقى كفايه المحشي. الفرخه دي فراخ بلدي دي ولا ايه؟ دي فراخ بلدي دي يا اما؟ فراخ بيضة. ده محشي بتنجان. محشي بتنجان وفلفل. فلفل المحشي كله. اللي انت بتحبه كله. والملوخيه خضراء يا عم. الملوخيه اساسي. الملوخيه انما دي كانت يا سلام لو مفيش غير ملوخيه. ما الملوخيه اساسي مع المحشي. الملوخيه مع المحشي. المغرب بتدان. المغرب بتدان. يلا حد حول معانا. حولوا معانا الاكل. انت على طول متاخرين. اوعي يا نعمه. اوعي يا نعمه. اوعي على مهلك. على مهلك. على مهلك. انا هشرب مانجا اللي اعرفها. انا ما بحبش اخرج. ادي العيال بلال عشان صايم. ادي بلال عشان صايم. ادي بلال. مين عاوز خروج ومين عاوز مانجا؟ تاخد مانجا ولا خروج؟ خد. بسم الله. قول الدعاء اللي علمته لك. بسم الله الرحمن الرحيم. ملوخيه. انت بتحطها في كوبايات؟ ولا لا ولا؟ بولة؟ طب كل بولة يا وفاء. ده ايه؟ ده مانجا لو عايز. يلا في مانجا تاني. دوق ايه لو عجبك. صور يحيى. صور يحيى. صور يحيى. صور يحيى قبل ما يجري. قبل ما يجري. يحيى اهو. اهو يحيى اهو. الدكتور يحيى اهو. يا يحيى. يا يحيى. يا يحيى. يا يحيى. والله رحت نطيت البلكونه هاجي وراك. يا يحيى. يا عم بقى امشي بقى يا عم بقى. ما بحبش الصور. يا يحيى عايزين نفطر بقى. انت حطها في بقي. حطها من ايام شادي. يا يحيى. يا يحيى. يا يحيى. خلاص اخيرا الاكل اتحط اهو. يلا ياما بقى. في حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه وفاء جوه؟ هتجيب شويه شوربه. هتجيبه من محمد ولا هتجيب؟ خلاص انت فطرتي؟ هو طبق هنا وطبق هنا وخلاص. يلا في حد ما خدش عصير؟ واحد عند حمدي هنا وواحد هنا. المحشي يلا كفايه بقى انا جعت. يلا يا جماعه بسم الله. ما اقدرش استنى. انا مش قادر امسك نفسي بسرعه. تاكلني جنبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اخيرا جنة. والله الواحد جعان. والله الواحد جعان وريحه المحشي الجوع. لا بس الله ينور. بس اقول لك على حاجه ما تزعليش. احلى من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت بابا انا قلت لك كل مره عارف اللي قلت هي الوحده اللي عملتها. كده صح. كان كل ايد المره اللي فاتت صح؟ انا اللي بعمل الاكل على طول. انا كلمه يا سيدي ما بتطلعش الا لما الاكل تمام. مراتي من الاول. اقول لك يا سيدي. يا سيدي فعلا وشده عشان فعلا حلو. طعمه صح. عارف المعلقه والنبي وفاء منه. هو بيبقى من اول صباع وسن مش شرط حلو والريحه اول ما جينا. ام اسامه هي لفه معايا بس ومعطيه معايا. حلو. طلعوا كل فسه وكل. انا ما بعرفش اسه. انا بسير مش ناوي. مش ناوي وكل. الاكل كتير اهو ناوي لعيالك كلهم. حمدي بقى بيتحداني بتيك توك. بيعمل معاه مشاهد تيك توك. بعد عايزين نروح نخربها دلوقتي. خد يا بلاي. خد يا محمد. خد يا بلاي. كفايه خد. خد. كفايه كفايه. ما تفرقش بلم بلم قدام. هات يا محمد. تعمل؟ لا نور يا ما بجد. وكل لحم. لحمه محمره. خد يا سمك. كل سمك. ما تجيبش ليه؟ كنت قدامك قسمتهم؟ انا ما اعرفش. انا قطعته خلاص. مش عارف. في عيش من غير. هات عيش وقمرين فريز. بتوع صح عندك. في الفريز. يبقى اعمل لي ام اسامه بقى. ايه؟ اعمل لي ام اسامه. ما دام لسه عاوز مجازفه زعلان. ام اسامه تاكل على جنب طبعا هنا عشان خاطر ايه؟ امال الغفران بسرعه كده. يا بابا. ما تجيبش من الاهل. هات من المدفوع عشان الملوخيه. انا قلت هيشربوا الملوخيه كده. ازاي بقى؟
بس هي الملوخيه معموله بشوربه الفراخ ولا اللحمه؟ لا لحم بجد. اه والله ما بنعملش بشوربه الفراخ، انا ما باكلش شوربه الفراخ ولا انا برضه. واللي سال على شوربه الفراخ، المحشي اللي ماسك بشوربه الفراخ. لا المحشي عادي، لكن الملوخيه لا. حلو الملوخيه دي يا سيدي. يا سيدي اشرب. يا سيدي صعبه فكره البوله دي. اه ده كاس، كاس العسل. فكره امك. يعني هي اصلا بتاعت اكل ولا بتاعت بتاعت كله؟ حتى اللي فيها فوكتين، عملنا فيها فوكتين امبارح، كنا عاملين فيها مهلبيه ومهلبيه بتاعت كله، بتمشي كله، بتمشي كل حاجه. مهلبيه بتاع ده معلم قرع عسل. قرع عسل هو اول امبارح كانت مهلبيه. شكل القرع العسل؟ ولا اعرفوش اصلا، ما اعرفش طعمه. عنده طعمه جميل. لا ده انت لو كلت اول مره اكله امبارح. اه امبارح كنا بقينا نمسك الحاله كده مش عايزين نسيبها. حتى زي المهلبيه كده بس بطعم المانجا، بطعم ال طعمه جميل. ميز الشعر وسكر طعمه. ورق العسل ده شبه البطيخ بس اصفر. اه كبير قوي ده. ده عامل زي الشمال. اللي احنا على شمال. بس في الهايبا بقى عاملينه. لا مش شمال. احنا بنسميه شمال. مين اللي بيسميه شمال؟ عندنا ولا مش عندكم ولا ما؟ ده هو اسمه قرع. عشان ما تعرفش عمال وصلع مش اي حد ترى. هم اللي بتعرف. لا بس انا اتعلمته، مسامة عاملاها قدام امبارح. طريقته سهلة. بيترش على السكر وبيتبيت صحيح يا مسامة؟ بيستوعب على البخار. والله بيتقطع ويترش على السكر وبيتبيته وبعدين تعمل ثاني يوم. انتوا ما عملتوش قبل كده ليه؟ انت اللي بتعمله. انت ما عملتوش قبل كده. ما بيحبوش. يا وفاء بترش على السكر وانت بتسويه على البخار. لا امي بقى بتبيته، لازم تبيته قبلها بيوم. تبيته بالسكر وثاني يوم تعمله. معرفش كل واحد ليه طريقه. نجرب القرع ده. لو بيقابلنا انت كده والله ما بقاش عارف انت حلو ولا انا ما بحبش. في الهايبر اللي الطبق بكام يا مسامي؟ امبارح جايبين لي طبق. قلت له ما انا الطبق ب 10 جنيه. خفت ادوق. فمحمد قال لي انت بتقول له مقطعين بقى كتير. 14 واحده كبيره. قال لي نشتري من عند تاني. حط معلقه ايه كمان؟ الواحده بتقطع 20 جنيه كيلو. كاس الطبق ايه؟ بص يا كوكو. يا مسامي هنزل اجيبه ونعمل تاني دلوقتي. ايه انت وراك حاجه؟ وراك حاجه؟ وراك حاجه؟ هو متعب؟ عمال متعب؟ لا 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 امال مالي تعلان ليه؟ ده ما ياخدش نص ساعة وتلاقيه في بطنك. ايوه ايوه قدام الكاميرا. مش هتقف قدام الكاميرا. لا مش هتقف يا شباب انت دبشتوها. ما عشان انا ما اعرفش طعمه. في ما بقى هو هدوقهوله. لو عاجبك تعمل لك تاني. يعني هو حمدي هياكل لوحده تدوق له؟ كاتشاك ده بلاش يعني. ما انتوا فاتوا امبارح لو عجبه ياكلوا. ما انا نسيت طعمه فانا عايز افتكر. نقفل بقى نكمل اكله وبعد كده نرجع لهم تاني. اه جابوا لنا القرع اللي قالوا عليه، ما نشوف وفاء تعمله لنا اهو. انت بتقولي انت بتعرفي يعني مش بتسالي احنا؟ لا انا ما بعرفش اعمله، مسامة قالت لي على الطريقه. امي اللي كانت بتعمله مش انا. امك اه. انا هعمله بطريقه مسامة. هو شبه البطاطس. قالت لي اقطعيه واحطه على النار. هو من جوه ما فيهوش بذر اهو، يعني هو من جوه ما فيهوش بذر. يا مسامة كانت هتعمله بس عشان بقى الوقت اتاخر فمشيت. طيب. فانا هكمله وربنا يستر ويطلع زي اللي هي بتعمله. وفاء بقى بتساعد امي اهوت، كتر خيرك يا وفاء تسلم ايدك. عشان بقى يبقى النهارده نزلت الهدوم بقى. والله؟ اه. ماشي ما عشان الوقت اتاخر. الوقت اتاخر والحر فاحنا كنا سايبين الهدوم اللي كنا بايتين فيها ما كناش نعرف نعمل حاجه. فات يومين بره البيت ماشي. هو يعني انا بايت في الشارع يعني؟ لا هو بس علشان خاطر الواحد يعني وحش بيته. احنا الناس نقعد دلوقتي بعد ما نشتغل مع بعض. والحظر واحنا بعيد فهنبات بقى ونمشي بكره. ده ضمان عمرنا؟ ماشي يوم. انت عملت البتاع؟ القرع بيستوي اهو. اه ايه ده؟ ايه؟ عامل زي البطاطا. اه عامل زي البطاطا فعلا. بقى شبه البصره؟ وايه ده؟ شكله عامل ازاي؟ بص انا هرسته بعد ما سلقته كده على البخار زي ما قالت لي وحطيته عليه السكر واللبن والنشا. تمام؟ بربطه انا هجربه لاول مره معاكم. اه ويا رب يطلع حلو ان شاء الله يطلع حلو عشان دي اول مره اعمله بصراحه يعني. واخر مره لو ما عجبنيش. مش هشوف بقى وفاء بتعمل ايه. بلا شويه غطسان. مش كنت اتفرج معايا على الفيلم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بتعمل حمص. يا بنتي الايه؟ ايه رايك؟ حلبسه اديني في الحلبسه. حط لها الليمون والشطه. حلو الحاجات دي بس دي ما يعطش ده بالنهار؟ لا لا حلو. والله؟ حاجات جميله. هو انت جبت الحمص ده انت اللي عاملاه ليه؟ واحنا مش عاملين النهارده. يحيى طلب مني نعمل له حمص وطلب مني اعمل له ترمس، عملت له ترمس كمان. وترمس كمان صح؟ عملت له ترمس وحمص. طب كويس المسليات دي، الساعة دلوقتي حوالي 12 وشوية. اه فلسه في وقت السل. احنا بنفضل سهرانين لغاية ميعاد السحور. بس الحمص الحلبسة جميلة. اه علشان خاطر لو نمنا وجينا نصحى فما ايه ما بنقدرش ان احنا ناكل. بس انت ايه رأيك في
بالقرن عسل عادي. حلو، هو حلو بس مشكلته يعني طعم جديد عليا، وانا من نوع يعني انا كبني ادم يعني اي حاجه جديده ممكن تبقى حلوه وتعجبني بس يعني ايه نفسيا كده تختطف. بعمل كده وبعد كده ممكن اتعود عليها بعد كده. لا بس هو حلو عجبني. دي مشكلتي بقى ان انا مع الاكلات اللي ممكن وفاء تقترحها يعني ايه ما بشجعهاش عليها لاني ببقى قلقان من رد فعلي. بس هو حلو يعني، هو مشاكل نفسيه يعني اي حاجه. انا عندي مشاكل المهم دول حلبسه. انت ما عندكش مشاكل معاه وحفظها؟ لا لا دي حلبسه دي جميله اهي اهي حلبسه ايه حفظها. حط لك بس عايز تلمون وشطشط. ماشي يلا انا بحب مشطشط يا سيدي. دي الشطه راح فين؟ اجيب الليمون. شوف امك عندها ليمون ولا لا. انا مفتش في ما تشوفي كده اي حاجه اي مصلحه في الثلاجه دي يا عم. لا شوفي اي حاجه في الثلاجه يا عم محدش واخد باله. افتحي بس نشوف ممكن فاكهه ولا في اي حاجه. لسه في سحور وفي حاجات اهدى على لسه. مش كده انا مش حاجه هنا بس هتصرف. عصريه كلها الليمونه دي حلو. لا نص كفايه عشان بس ما تبقاش زعق قوي. ماشي ماشي انت دوق كده لو عايز انا هقول. ماشي دوق بقى كده قول يا سيدي. دوق بقى. لا حلو. لا ما عملتك شرب وشك كده في الاول. لا من الليمون، ما هو الليمون في اول كده بيبقى بيعمل حاجه لسه كمان اهو. سلام دواء دواء والله عكم بتناس. لا والله حلو دي جميل. هي حاجه تسلينا واحنا نخش اتفرج على فيلم كده جديد اجنبي. انا بحب الافلام الاجنبي عشان يكمل معانا السهره. ولسه ما بنشوف السحور احنا نقلبه من النار. انا اخد بالك. جينا بقى لميعاد السحور. سحورنا بقى كل سنه وانتم طيبين. يوم جديد في رمضان. سحور بسيط طبعا عند الحاج. يلا نسحر بقى. سحرنا بسيط. دي جبنا حدقه دي صح؟ براميدي تعجبنا وزبادي تعجبنا عشان معاكم. والفول ده انا اللي عامله على فكره. قول لي رايك يا سيدي من قبل ما ادوق. بحب الفول بتاع المطاعم المحليه. عيش ابيض. لا انت كده كداب. كده انت كداب. ما احبش الكدب في الاكل بالذات. لا العيش ده بيقولوا هنا ان هو بيتعمل في رمضان بس مش في العيد العادي. والزبادي ده حسن اللي جايبه. النهار طلع علينا ما جناش نوم خالص. وعند حماتي برضو ما جناش نوم خالص. احنا ما ينفعش ننام بره البيت. ما نعرفش غير مكاننا. فاحنا فضلنا طول الليل سهرانين وعملنا لكم مونتاج للفيديو ده علشان ينزل لكم في نفس اليوم. ماشي. النشاط السهر بيعمل ايه؟ وهم نايمين كلهم خلاص. هو النهار طلع اهو دلوقتي الساعه تقريبا 8 8 الصبح. عدى 8 فاحنا ما نمناش لغايه دلوقتي مطبقين. وانا اجازه من الشغل. مش كده هنقوم لسه نايمين يا سعيد. انا مش فاحنا هنروح مفيش الا يحيى سهران زينا. هو نام ساعتين ثلاثه كده وصاحي من بدري. ومحمد صاحي فهنسلم عليهم وهنروح وينزلونا في الاسانسير. فهنتوكل على الله دلوقتي. ماشي. وفي فيديو جامد جدا 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 هينزل بعد ده ان شاء الله. استنوه عشان يعجبكم. وانتوا بقالكم كتير بتطلبوه مننا. اتابعوا على الانستا والتيك توك عشان بننزل حاجات. وبعدين في حاجه كمان لو تاخدوا بالكم انا كنت وعدتكم ان انا اعمل تحدي ضد ابويا. فالفيديو ده ما اتعملش ليه؟ علشان التحدي اللي بيني وبينكم على الفيديو اللي فات في العزومه اللي فاتت ما جابش 100,000. وانا قلت لكم لو جاب 100,000 مش هتلاقي ان هو عدى 100,000 لايك. مليون مشاهده. هو 600,000 مشاهده وما فيش يعني 600,000 استخسروا. مش عايزين. فانا مش هقدر مش هينفع ان انا اعمل حاجه انتم مش عايزينها طبعا. لا وصل الفيديو ده 100,000 لايك وان شاء الله ان شاء الله. احنا في رمضان. احنا في رمضان لو وصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك هقدر؟ ما لا على الفطار بس احنا عازمينهم بقى عندنا ونخليهم يخشوا تحدي. ماشي لو الفيديو ده خلاص يبقى احنا نعمل لهم تحدي تاني. نعمل لكم تحدي تاني في الفيديو ده. لو الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده وصل ل 100,000 لايك هعمل تحدي ضد ابويا تاني على كوارع. يلا في رمضان. في رمضان هيبقى صعب جدا. تلاقيه بيقول يا رب بس انا قدها. بس انا قدها. بس انا شايف ان التحدي ده صعب عليكم. لا هو ابوك قدها وهيكسبك. وانا نفسي التحدي ده اتفرج عليه عشان اشوفه بمرمطك. ابويا عايز يتحداني ونفسه يتحداني. فانا حاطط ايه تحدي ليكوا صعب علشان ايه انتوا لو كسبتوه يعني تجبروني على ان ادخل التحدي ده وتشجعوني. ماشي. تاني وصل 75,000. فده لو وصل 100,000 التحدي. يلا نشوفكم ان شاء الله على خير. كل سنه وانتم طيبين تاني. كل ما نشوفكم نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. لا تشبعونهم بقى طبعا ما تسهروش بيدرسوا عشان هنمشي بقى. هنمشي بقى نفكر معاكم الفيديو. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه. باي باي. القناه اللي ما اشتركش ينزل يشترك. يلا مع السلامه.